جمهور كبير ويحقه ونحترمه ونحترمه كثير، ولكن الإكراهات ديال الرجل كثير صعيبة، كثير خلال المداخلات بأنه كاين واحد الفراغ مالي كبير اللي خصنا نلقاو ليه الظروف ديالو. الآن تنقول لك أنا وبالتزام الطرف المقابل من برنامج الفريق بقى بين، علاش هذا برنامج الفريق ما خرجش موسع؟ علاش برنامج الفريق الآن حتى يكون عندنا نقاشات إلى غير ذلك؟ هذه أمور جانبية على لا أظن أن شي رجاوي في هذه الظروف غيخلي واحد الفراغ من أجل الفرقة. تنقول لك راه المسألة أمور كبير، لأن يعني الجمهور هو حاميها، هو المسؤول عليها، هو كل شيء، ولكن الطموح كتواجهها بإكراهات سيرية يومية. أنا مشي مات بعيد، لأن واحد الأمور نذكر بها، عرفت كنت نلعب كتتوقف ما نلعب لأنها تحكم لي بجنسيتي، كيدخلوا الفلوس كتسيني لورد ديو كيطيح لك حجز، كيحبس لك ليكون، كيحبس لك كلشي، ويحبس لك العجلة ما تدورش، تتولي عندك أولوية في طرفك. واش تتولي خايف على اللعابه كاينين، تاوبليجي تخطي هذاك الخصاص ديال ذاك الحكم ولا الحاج اللي يجي، ومن فوق كيولي الروتار عند اللعابه. هذه امور سيستم جيمناستيك اللي صعيبه جدا، فهمتي ولا لا؟ صعيبه جدا، والتراكمات ديال الفلوس راه الان كما كان النوع كما قلت لكم قبيله، اللي كتقول لي جيب لي لعابه، متفق نجيب لعابه ب 4 5 مليون ديال الدرهم، 3 مليون ديال الدرهم، وهذه اللعابه كنوصلوا يمكن النتائج ما تتساعفوش، يمكن المنظومه ما كتساعفوش، وكيمكن لك ما ديروا والو، ما تدخلوش حتى في الطابلو ديال الكاليفيكاسيون اللي كتاخذ لواحد جوج ثلاثه ما تكونوش ياك. وهذاك اللاعب غدا اللي جدور مع 5 مليون ما تعطاكش النتيجه، وغيدخل ليتيج وغيولي تتقل لك الكاهل ديال الميزانيه، وتتفرطوا في واحد الدوامه اللي كاين. انا تنقول الا كانوا هاد الناس عندهم رئيس وعندهم حل وعندهم سيناريو جديد، امر الاشاره راه ماشي يجي باش نتخبى في الرجاء، عندي مشاكل بغيت نتخبى فيها، او لا عندي امور اخرى باش نجي نستافد منها ولا ندير منها امور اخرى، على بعيد كل بعد هذه الامور. وانا الان نقدر نقول لك انا من غدا معاك والاخوان نقول لهم هاد السيوتات ما عندي حتى مشكل، لان ملي كنجي كنحس وقتاش كنجي، ملي كانوا ثلاث مرشحين مرشحين ما رشحش نفسي، ما كاينش فراغ، كنجي فوق الفراغ على اساس ما نخليش تغييره. يمكن انا غنكون رجوي كثير، ولكن كاين رجوي اكثر مني رجوي كثير، لانني انا ولدت الفرقه اللي عدت فيها وعندي ليسونس فيها وكبرت صوت منها، ما جيتش انا داخل عليها وسيرت عده مكاتب ديالها، ماشي جيت حطيت في الرجاء ولا غريب عليها. هذه كلها امور اللي مهمه جدا. ونقول لكم للامانه، ميم هذا الرئيس اللي غادي انا ما عمري كتعني شي علاقه، ما عمري شفته الرئيس الوحيد اللي من الرؤساء اللي ما شافوش الاسم هو انا، شنقول انا؟ راه حتى هو جاب نيه حسنه، دابا كيزيد كل فن وقدم عمل كبير، لان ملي كتقول لي بغينا نولي الشكاره وجابوه الجمهور وجابوه الامور، مي جا من حد رجلو جا الواقع حوايج اخرى، ما عندها علاقه بالتسيير الاداري ولا التسيير ديزافير، ولو تحط الملايير غنصب ولاد كلها في هذه الفرقه، راه بحال كتكب الماء في الرمله. الا ما درتيش اسس وما درتيش قواعد اللي بها غنحبسوا هاد الامورات، هي اللي كتكون في البدايه وقف النزيف. راه التجربه عطات، شفتوا كاع الانواع ديال اللي قاري اللي ما قاريش، اللي شعبي اللي سياسي اللي ملمان، كلشي جربتو. واش ما تجيبوا شي واحد تصنعوه نصعوه معاكم من عالم كوكب اخر، مرحبا ما عنديش مشكل هذا. فهمتي انا احترم كاع الاراء واحترم راي الجمهور. فهمتيني انا نعتني بالبديل اللي كنت فراغ قانون سياري انا راه الاشاره. وانا ضد لاكوميسيون حيت ماشي حل، لان انت الدرواجه اللي كانت قاطره ديال الكره الوطنيه واللي الرجال ديالها هيكلوا الجامعه وهيكلوا المؤسسات كلها، نجيو اليوم نبقاو كنسيرو السير ديال لاكوميسيون السير ديال الامور، كنقولوا حنا هما اخر الخر ديال الصف شنو.